السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة معاكم وصفة عن جد تجنن. المايونيز بدون بيض طريقة تحفة. من النهاردة خلاص ممنوع ان انت تروحي تشتري من برة، لان الطريقة والطعم خطيرة، حتى النكهة انت هتقدر تتحكمي فيها. يلا تابعوا الفيديو، بس انا عندي بس تحذير واحد، ان انت لو انت بتعمليه امشي على خطواتي وطريقة الضرب والطريقة بتاعة المكونات ازاي تكون علشان تطلع النتيجة 100%. يلا تابعوا الفيديو، واتمنى تحطوا لي بالكومنت رأيكم فيها بعد ما تجربوها. بداية الفيديو عايزة لايك 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 لايك، واذا اول مرة تشوف قناتي زي تحت الفيديو اضغطوا على لايك، وفي زرار احمر اضغطوا عليه عشان يتم الاشتراك بالقناة، وفي جنبه جرس اضغطوا عليه عشان تفعلوا الجرس، واي جديد انا انزله يوصل لكم بيه اشعار باذن الله. ان شاء الله النهاردة انا هعمل معاكم المايونيز بطريقة سهلة وسريعة وبدون بيض، تمام؟ بس في كده تركات معينة او تكات معينة هقول لكم عليها عشان ينجح معاكم المايونيز وما يبقاش مية وسايل ويبقى انت خلاص كده ترميه يعني، تمام؟ المايونيز عشان يطلع معاكي كويس، اول حاجه احنا طبعا هنحتاج حليب وزيت، هو ده المكون الاساسي بتاعنا، حليب وزيت، تمام كده. طيب هنحتاج ايه تاني؟ هنحتاج رشه ملح، هنحتاج نص معلقه سكر، وهنحتاج حوالي بصوا معلقتين خل، معلقتين خل، تمام كده. يبقى احنا المكون الاساسي بتاعي الزيت والحليب. طيب الحليب عشان يبقى كويس هيكون ازاي؟ لازم يكون حطاه في الفريزر وبقى بصي بقى كده تحسي كأن بقى تلج، تمام. طيب الحليب عمل كده ازاي؟ انا عندي ربع كوباية سوري بصوا نص كوباية حليب، حط عليها معلقة كبيرة حليب باودر، وفضلت ادوبها معاه وحطيتها بالفريزر لغاية ما بقى متلج كده، تمام. بدأت ان انا اقعد اكسرها كده عشان تبقى متلجة، ليه؟ عشان ينجح معاكي، تمام كده، ينجح معاكي المايونيز، لان انت هتفضلي تضربيه بالخلاط، فكل ما بتضربي في الخلاط الماكينه هتسخن الحليب، فلو هو سخن او عادي من بره هيسخن بسرعه فمش هيمسك معاكي ويبقى مايونيز متماسك. فمن نجاح المايونيز لازم الحليب يبقى متلج جدا بالفريزر، تمام. طب الحاجه الثانيه يا كوكي ايه؟ الحاجه الثانيه ان انت لما تيجي تضربي هتضربي بصفه متقطعه، يعني هتعملي كده، تمام، مش نفس الشوكليت، لا، تمام. طيب يلا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنحطه هنا. حاجه ثانيه يا بنات عاوزه اقولها لكم عشان انا يعني لو سالته ما ردتش تبقوا انتوا عارفين الاجوبه كلها. طب كوكي الحليب ما المايونيز ما مسكش معانا في الخلاط وفضل سائل، حطيه بالفريزر، تمام، لان الحاجات دي كلها انا تعرضت ليها، حطيه بالفريزر لما يتلج قوي، لما تمسك قوي تحسي الماده اللي جوه بقت ساقعه قوي، ارجعي اضربي اضربي اضربي، تمام كده، هيبقى متماسك معاكي وزي الفل. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض في احلى مايونيز بالدنيا، مايونيز بيتي جميل، وانتظروني في المايونيز اللايت، تمام. انا دلوقتي هنزل نص كوبايه الحليب اهي، واحط مكانها زيت، بس مش هحط زيت نص كوبايه، لا هنحتاج كوبايه زيت، تمام. احط مكانها زيت، تمام كده، يبقى المقادير واضحه، نص كوبايه زيت حليب او اقل من نص شويه هي كانت عليها ايه كوبايه الزيت، تمام. حطيته هنا مكان الكوبايه الساقعه قوي دي عشان يسقعه لي هو كمان، واحط رشه الملح، قلنا حوالي معلقه ملح صغنونه. طيب وهنحط معلقه سكر او لو صغيره معلقه، لو هي زي دي، لو معلقه الشاي حطي نص، تمام. طيب هنحتاج ايه تاني كوكي؟ لو عايزاه بنكهه توم مثلا حطي نكهه توم، طبعا احنا عارفين دلوقتي في زعتر انواع كتير، سوري مايونيز انواع كتير جدا، نكهه التوم، نكهه الزعتر، نكهه الشطه، نكهه الشيدر، في نكهات زيتون، نكهات كتير جدا. انت بقى اذا حابه تحطي اي نكهه تحطيها معاها، سواء توم او سبايسي او اي حاجه عايزه تحطيها، واضربي معاهم، تمام كده. بقى عندنا معلقتين الخل، هنحط معلقتين الخل هنا عليه، تمام. يلا
هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى. ضربه كده خلطنا الخل مع السكر مع ده، هنبدا بقى ننزل في الزيت بتاعنا اهو، نضرب كده لغايه ما يتماسك. دلوقتي مسامحوني على صوت الخلاط، بس كان لازم اوريكم طريقه الضرب ليه المايونيز ازاي، ليه طريقه معينه تمام عشان ينجح، هي الطريقه دي بتاعته. طبعا انا وطيت بقى الصوت عشان الصوت فظيع، وسامحوني ما رضيتش اقطع الفيديو عشان يبقى ايه شايفين كل حاجه قدام عينكم. تمام. لايك لايك. تعالوا بقى شوف كده هو مسك ولا لا، شوف انا ما رضيتش اقفل الفيديو سامحوني اهو. ايه رايكم في المايونيز؟ تعالوا بقى نشوف كده مايونيز ولا مش مايونيز اهو. ايه رايكم يا بنات؟ تماسك ولا لا؟ بس مهلك عليه يعني استمري عليه اهو، شايفين؟ علشان يبقى ايه اهو، شايفين؟ يعني انتي صبرك عليه، مش تلاقيه مش بيجمد معاكي من الاول تقولي لا مش هيجمد خلاص، لا هيبقى بنات هو بالظبط بياخد دقيقتين ضرب متقطع فقط. لحظه شكله جميل جدا ازاي اهو. تمام يلا نفضي بقى في علبه او في برطمان مع بعض. انا فاضيه هنا في الاولى، بعد كده احطه في برطمان. عايزه بقى تحطي نكهه توم دلوقتي، حطي نكهه توم. عايزه تخليه كده خلاص، تعالوا معايا كده نفضيه، شايفين ننزل. سامحوني انا ما فصلتش الفيديو عشان يكون المصداقيه معانا، عشان ما حدش يقول هي بعد الفيديو بعد ما حطت المقادير حطت حاجه اضافيه. لا، عارفين ليه قلت كده؟ لان انا زمان لما كنت بعمل مايونيز وصاحبتي تقولي قولي لي وصفه، رحت قلت لها عاكله من غير قناه يعني، راحت قعدت تضرب 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 ما عملتش حاجه، قالت طب انت قلتي لي حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه، ما فيش حاجه ناقصه، هو مظبوط، بس انت ما عملتيش الخطوه الايه؟ ان يكون اهو. بصوا جماله، ايه رايكم؟ اعتقد باين جماله اهو، ومايونيز صحي بدون اي مواد حافظه وحاجه نظيفه جدا في البيت. تمام اهو، شوفوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل، ومش محتاج انك تحطيه بالتلاجة عشان تقولي يتلج ويسقع ويبقى متماسك. لا اهو اهو، خلينا نختبر حطه مع بعض تاني اهو. بصوا شايفين، شايفين كريمي ازاي وجميل؟ بصوا جماله، بصوا ايه رايكم اهو. والطعم انا مش هقول لكم، الطعم خرافه، الطعم خرافه 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 خرافه. تمام، اهم حاجه في الوصفه انك انت تكوني حاطه نوع زيت جوده كويسه جدا، لان المكون الاساسي هو يعتبر بتاع البتاع دي المايونيز هو الزيت. ماشي حبايب قلبي، يلا ما تنسونيش بقى بضغط لايك 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 وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طريقة حفظه بالبرطمان، بتمسكي البرطمان ازاز تغسليه كويس قوي، تحطي بصلاية على النار، بعد كده تقلبي البرطمان عليها وتعقمي. الطريقة دي انا متعلمها من خالته منى، ربنا يحفظها لنا ويخليها لنا يا رب يا رب يا رب. هي اللي معلماني طريقة تعقيم برطمانات الازاز ازاي، لما كانت بتسيح سمنة بلدي في مصر وكانت بتعمل كده يعني. تمام، فدي طريقة تعقيم صحيحة يعني. اوكي، بصوا جمال المايونيز بالبيت، ولا في اي مواد حافظه ولا اي حاجه، وبتعمليه في ثواني. اوقات كتير ممكن حد يقول لي اوكي ما احنا بنشتري سهل وعادي يعني وسعره عادي، بس اقول لكم على حاجه، ساعات كتير جدا اوقات انت بتكوني بالبيت ومشتهية تعملي مثلا برجر، تعملي اكله معينه تشيكن، وعايزه تحطي عليها مايونيز وما بيكونش عندك كوبايه حليب، حطيها بالفريزر، كوبايه زيت، سوري نص كوبايه حليب، كوبايه زيت، واضربيها بالخلاط، هتطلع معاكي احلى مايونيز بالدنيا. عايزه تحطي منكهات، تحطي توم، حطي شطه، حطي زعتر،
حطي اي حاجه عايزه تحطيها من المنكهات الجديده اللي طالعه عليه وتضربيها معاه، هيطلع معاكي احلى مايونيز بالبيت. بصوا جماله، شايفين؟ لا سايح ولا حاجه، الله اكبر. هتسحبي منه وهو متماسك وجميل. لايك بقى.